يقول بجوار منزلي سكن للعمال وهم يريدون أن يحتفظوا بأموالهم عندي، فهل يجوز لي أخذ أجرة مقابل ذلك؟ لا بأس بذلك، إذا شرطت عليهم أنك تحفظها لهم بالأجرة فلا بأس بذلك. أما إذا أودعوها عندك ولم تشترط عليهم فلا يجوز لك أن تأخذ منها شيء إلا برضاهم وإذنهم لك. نعم.